الاطفال لما يلعبون يلعبون يا يلعبون هيك لعبه ياذون بعضهم يا انه دائما متشددين وعصبيين. المركز المجتمعي هو يضم الجميع، ولدينا اطفال كانوا ملتحقين بالتجنيد والحمد لله عادوا الى المركز المجتمعي وهم الان يمارسون حياتهم الطفوليه. اطفال تجي حالاتها ماساويه ولما نعملهم دعم نفسي ونقدم لهم ففي تطور يعني ما شاء الله يعني.